انطلقت المباراة. الدليل على ضغط الخطاوي. بوقف من سعد عبد الامير اللاعب الدولي السابق 27 سنة موسم اول مع الشرطة خدع مع الكف ولعب الكرة الخطيرة اللي ضاعت سعد اول تهديد وبالتالي تصل رحيم حميد وكتنيتش. حلوه لمدربنا الاسلوفيني يعني الحضور في بغداد، حضور مباراه تصدي. اوه يا فهد، الله يا فهد،